حياكم مساء الخير مساء الانوار. سيدي هيمان، انا يعني بكل صراحه ما كنتش متوقع يكون الحلول كذا. اذا مع الفريق التقني والفني يعني داروا واحد الجوده اللي خصنا نشدوا بايديهم ان شاء الله وندعمهم ونشجعوهم يكونوا معنا اليوم. ولكن هذه الحاله كلمه اخرى إذا المشاهدين الكرام، عدنا من جديد دائما في إطار تتبعنا للحملات والأنشطة الفنية اللي كاينة في المغرب في هذه الفترة وخصوصا قبل نهاية 2023. ومن بين هذه الحفلات الكبرى والتظاهرات الفنية والجولة عبر ربوع المملكة، فكرة جميلة جدا ديال الفنان حاتم إدار من أجل البحث في العمق الثقافي المغربي والبحث على اصوات جميله. واليوم كيف ما كتشوفوا هو الخاتمه ديال هذه الجوله اللي غيتحدث لنا عليها بشكل خاص وبشكل حصري الفنان حاتم إدار. حاتم إدار، الفكره فين وصلتوا؟ الخاتمه. شكرا لك خويا مراد، شكرا لكل الضيوف وجمهور الوانكم، ان شاء الله نكونوا دخلنا لكم بالصحه والسلامه وكل ما كتمنوا. الفكره كانت هي الانتقاء واختيار اصوات في المملكه المغربيه الحبيبه، وفعلا الحمد لله توفقنا انه كان واحد الكم كبير ديال الاصوات، بقاو 9 ديال الاصوات هما اللي دابا كيتباراو. بيان سور كلهم اصوات جميله، ولكن دائما هذه طبيعه اي لعبه، كيكون دائما واحد حامل لقب. كان اكتداء تبارك الله، وكان واحد الحضور كبير للجمهور كيف ما هادشي لمستوه. كيفاش تكون الفكره؟ كنتوا كتوقعوا انها توصلوا لهذا الشيء هذا؟ يعني الحمد لله كانت النيه زوينه، وكان كان واحد الرؤيه اللي هي يا فنيه ثقافيه انسانيه في نفس الوقت. فلما كتقرب هذاك الصوت، خصوصا انه ممكن كيكون في اماكن نائيه بعيده على الاعلام، بعيده على الوسط الفني، بعيده على الامكانيات كيفاش انه يوصل الصوت ديالو، هذا بحد ذاته يعني النيه كانت زوينه الحمد لله ربي وفقنا فيها ويسرنا الامر ديالنا في هذه الرحله، وكانت رحله جميله الحمد لله. انا فرحان بهذه الدوره الاولى، وان شاء الله مازال تكون دورات اخرى ان شاء الله. تبارك الله، وصل عمشنا واحد الحضور، تبارك الله. كنت كتوقع هذا النجاح؟ لا، ما كنتش كنتوقع هذا الكم او الحضور الكبير ديال الجمهور. فريمون الشكر لهم جميعا انهم جاوا يواكبوا ويشجعوا ويساندوا هذ المشاركين هذو. بزاف ديال المسابقات كاينين على المستوى الوطني، شنو الفرق ما بين المسابقه ديالك وباقي المسابقات الاخرى؟ كل مسابقه عندها البركه ديالها وعندها المميزات ديالها، المهم غير انه كلنا نتعبوا انه نساندوا بعضياتنا في هذه الارض الحبيبه، كلا من مكانه وكلا من 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 زاويته او من شغله او من امكانيات اللي عنده، باش انه نعاونوا بعضياتنا ونشجعوا بعضياتنا. باش ما نطولوش عليك، كلمه اخيره لهاد الناس والناس ايضا اللي تواجدوا معك اليوم في هذا الحفل. تحيه لكل جمهور ومتتبعي الوانكم، شكرا سيدي مراد، شكرا للطاقم اللي معاك على هذا الحضور ولو عناء الطريق، وعندكم التزامات لكن حضرتوا انكم تواكبوا هذا الحفل هذا وتوصلوا الصوره للجمهور الكريم. شكرا جزيلا، الله يعطيكم الخير. تبارك الله، خليكم مشاهدينا الكرام مع هذه اللقطات، تبارك الله عليكم.